قمنا اليوم بافتتاح الصيرفة الإسلامية على مستوى وكالة خنجلة 315. كما قمنا من قبل بافتتاح وكالة المبواقي وكالة تبسة، الصيرفة الإسلامية تمت المصادقة عليها من المجلس الأعلى الإسلامي في 9 منتجات، 5 منتجات منها تخص الحسابات التوفير، وأربع منتجات تخص التمويل. حسابات عندنا حساب الصك الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي للشباب، حساب التوفير الإسلامي للبالغين، وحساب الاستثمار غير المقيد اللي قائم على المضاربة تحمل الربح والخسارة. وعندنا أربع صيغ من التمويل الإسلامي: صيغ المرابحة في ثلاث صيغ، عندنا المرابحة تجهيزات، مرابحة اقتناء سيارات، ومرابحة عقارية. عندنا المنتوج الأخير هو الإجارة المنتهية بالتمليك.